بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الهدف من خلال هذا الموقع الإلكتروني ومساعدة الإدارات العمومية وخصوصا الجامعات ومكتب التكوين المهني والإعانة على الشغل لخلق مجموعة من التطبيقات التي تساعد على تطوير أداء الإدارة العمومية في المغرب، ومن بينها 3 تطبيقات: تطبيق إيجاد بديل في إطار الحركة الانتقالية، ثم خلق موقع إلكتروني لعرض مختلف فرص الشغل وتقريب عالم المقاولة من المتدرب أو الخريج، ثم هناك التعليم عن بعد وتدبير قنوات التعليم عن بعد خصوصا قنوات اليوتيوب. إذن هذه المشاريع هي عبارة عن مشاريع مجانية مفتوحة المصدر. يمكننا أن نعطي في الأخير الكود سورس أو الكود الذي كنت الكود سورس المستعمل، ثم هناك إن شاء الله رابور أو عرض يشرح بالتفصيل الممل مختلف المراحل خلق هذا المشروع من الألف إلى الياء. إذن الهدف هنا هو سنبتدئ بتعريف التطبيقات الثلاث وسنقوم بتفصيل كل تطبيق على حدة. إذن هدف المشروع، سمينا هذا المشروع هو برمجة موقع البرمجيات المساعدة، وسنقوم بإعادة البارامتراج لكي تستفيد حتى الجامعة والمقاولة وكذلك. إذن التطبيق الأول سميناه OFPPT بديل، يعني إيجاد بديل في إطار الحركة الانتقالية التي تلعب دورا مهما في استقرار المستخدمين، ثم إدماج الهدف الأسمى من التعليم والتكوين وإدماج المتدربين وإيجاد فرص الشغل وإشراك المحيط والمقاولة من خلال طرح التقنيات الحديثة التي يجب أن تدرس في الجامعات وفي معاهد التكوين المهني، ثم تدبير قنوات التعليم عن بعد. إذن سنبتدئ ب3 برمجيات: البرمجة الأولى إدماج وتتبع الخريجين، فلا أحد يجادل أن الدور الرئيسي لمكتب التكوين المهني أو إعانة الشغل هو تكوين طاقة شابة قادرة على ولوج سوق الشغل، ومسألة تتبع وإدماج الخريجين أحد أهم الأهداف، وبالتالي خلق منصة مساعدة تضم عروض الشغل المقدمة من الشركات وكذلك التداريب سواء المؤدى عنها أو لكسب الخبرة شيء محوري. المنصة المزمع تطويرها ستضم بوابة خاصة بوضع العروض بصفة يومية ودورية حسب الاختصاص. إذن هذا كمقدمة للتطبيق إدماج وتتبع الخريجين. التطبيق الثاني إن شاء الله هو إيجاد بديل، يعتبر البحث عن بديل خصوصا والحركة الانتقالية عموما التي تصدر سنويا أملا لكل من يريد الانتقال لدواعي صحية وعائلية أو للبحث عن آفاق في مدن أخرى، وبالتالي برمجة التطبيق يبحث عن بديل في مدينة مطلوبة في اختصاص معين، أمر مستحب خصوصا مع الكم الهائل لطلبات الانتقال سواء على المستوى الجهوي أو المحلي. إذن التطبيق الأخير، خصوصا مع هذه الجائحة تبين أهمية التعليم عن بعد، وبالتالي لقد تبين مع جائحة كورونا أهمية وضع نظام مكمل للنظام الحضوري، وبالتالي برمجة التطبيق يضم إسهامات المدرسين والأطر شيء يتمن المحتوى البداغوجي المقدم من طرف المكتب أو الجامعة، كما أن العديد من المكونين لديهم قنوات تعليمية على منصات التواصل الاجتماعي الأكثر انتشارا، وبالتالي تجميعها أمر بالغ الأهمية حيث لا من حيث تبادل الخبرات بين المكونين وكذلك وضع المراجع. أما بالنسبة للمتدرب فيمكنه اختيار المهارة ويحصل على كل إسهامات المكونين في المادة. إذن كخلاصة إن شاء الله سنقوم بشرح هذه التطبيقات، وكذلك ستكون هذه التطبيقات مفتوحة المصدر للمساهمة في جعل المغرب مغرب رقمي إن شاء الله متطور. إذن شكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء في الفيديو المقبل الذي سنقوم بشرح نقوم فيه بشرح أول تطبيق وهو تدبير قنوات التعليم عن بعد.